مساكم الله بخير وحياكم الله. بداية حلقة جديدة من برنامجكم الدوري مع وليد على SBC وإذاعة جدة FM. اليوم واحدة من الحلقات اللي أحب أطلع فيها، عارفين ليش؟ معاي اثنين من الحقيقة من النقاد المتميزين، ما في قصور على جماعتنا الباقيين، لكن خالد القحطاني وكابتن سلطان الأحياني، يعني حلقاتهم دائما تكون حلقات جميلة وفيها آراء فنية كثيرة. رغم أن خالد القحطاني بعض الأحيان يعطي آراء يعني يعطي يمين وتروح يسار وكذا، بنصيد عليه كم حاجة. أنا مبلغ الشباب يجمعوا لي شوية لقطات له اليوم، ناويين نحرجه بيقلق الحين. عموما رحب فيكم متابعينا ومشاهدينا عبر قناة SBC وعبر إذاعة جدة FM، وأيضا اللي يحبون يشوفونا عبر خدمة البريسكوب اللي موجودة على حساب البرنامج في تويتر، وهذا حساب البرنامج يظهر أمامكم. نرحب أيضا بأسئلتكم، عندنا اليوم ضيفين ثقال عندهم كثير من الآراء اللي ممكن يقولوا لكم إياها من الناحية الفنية بالذات. هذا رقم الواتساب، فقرة نقطة نظام لطرح الأسئلة التي تريدون طرحها من خلال البرنامج. وراح ينضم لنا في وقت لاحق طبعا الأستاذ نزيه النصر، عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم والمسؤول عن المسؤولية الاجتماعية في اتحاد كرة القدم السعودي، لشرح ما حدث خلال هذا الموسم الاستثنائي الحقيقة اللي جت في جائحة كورونا، قد ربما تكون عطلت الكثير من البرامج، لكن أيضا كان عندهم جهد طيب بذل، ونبغى نشوف إيش خططهم أيضا للمرحلة المقبلة. خلونا نبدأ الحلقة مع العناوين. انطلاق دوري MBS للمحترفين بعد 4 أيام والنصر أكثر اكتمالا. ناصر الشمراني آخر هداف سعودي للدوري وست مواسم للأجانب. 10 لاعبين شباب في الهلال وبالنافل يستعد لمرحلة ما بعد الأجانب. الأهلي يتكامل مع وصول الصربي فيجسا قبل البداية مع الباطن. الأولمبيا السعودي تعادل مع ساحل العاج استعدادا لأولمبياد طوكيو. حياكم الله من جديد، الدوري مع وليد على SBC وإذاعة جدة FM. رحب فيكم ورحب بضيوفنا اليوم كابتن سلطان الأحياني، حياك الله أبو أحمد. الله يحييك أبو بدر، أمسي عليكم، أمسي على السادة المشاهدين المستمعين، أمسي على الزميل خالد القحطاني، وإن شاء الله حلقة مميزة. الله يحييك ورحب الزميل العزيز الناقد الفني خالد القحطاني، حياك الله خالد. اهلا وسهلا فيك ابو بدر، اهلا وسهلا بالاستاذ القدير ابو احمد والساده المشاهدين والمشاهدات. الله يحييك الله يحييك. طيب خلينا نبدا الحلقه بس في اليوم بحضور ياسر المسحر رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم. تعادل اليوم المنتخب السعودي الاولمبي مع منتخب ساحل العاج، انتهت المباراه سلبا ما فيها اهداف، وهذه المباراه الوديه اللي اقيمت اليوم في الدمام هي ضمن المعسكر الاعدادي للمنتخب الاولمبي السعودي تحضيرا لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو اللي راح تقام في صيف 2021. طبعا كان مفروض تقام في الصيف المقبل، يعني في المفروض أقيمت عفوا في شهر أغسطس الماضي، لكن نظرا لوجود جائحة كورونا فتم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية إلى الصيف المقبل. مباراة اليوم انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين. بعد المباراة مساعد النمشان مراسل البرنامج في الدمام التقى مع ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، وطرح معاه عدة أسئلة مهمة، كان من ضمنها أصلا قضية الفار، وفي نقاش يعني كان في نقاش كثير طويل خلال الأيام القليلة الماضية يتحدث عن إلغاء غرفة الفار، ويعني وموضوع هل بنسوي غرفة مركزية في الرياض، وتعرفون باقي 4 أيام ونبدأ الدوري، دوري الأمير محمد بن سلمان في النسخة الجديدة يعني يوم 17 أكتوبر، ففي أسئلة مهمة جدا يجب أن نعلم عنها. زميلنا مساعد النمشان التقى مع ياسر المسحل. لا مو صحيح، هو في توجه أن يكون فيه اللي يسمونه المركز الموحد للفار، هذا معمول فيه في الدوريات الكبيرة زي أعتقد الدوري الإيطالي والأسباني، يكون في مكان فيه غرفة الفار تكون زي اللي هي مركزية، ولا يلزم حكم الفار أن يتواجد في الملعب، يكون من هذه الغرفة
تمام. هذا المشروع بدأنا فيه بس أعتقد يمكن يحتاج إلى تقريبا 3 إلى 4 شهور ونتأكد البنية التحتية من ناحية قوة الاتصالات والإنترنت تكون قوية جدا، فما أعتقد أنه يخلص بالجوال الرابع، أعتقد يمكن يبغى له 3 4 شهور تقريبا. ورحنا لنا أيضا في أحد طلب حكام أجانب لحد الآن؟ والله حسب علمي لا، الجولة الأولى والثانية لا، وانتهت المهلة المحددة للطلب، فأعتقد الجولة الأولى والثانية كلها حتكون إن شاء الله بأطقم سعودية بإذن الله. والله في طبعا الدكتور صالح حارثي رئيس غرفة العمليات ورئيس اللجنة الطبية على تواصل مع كل أطباء الأندية، وإحنا أيضا الحمد لله يعني الأندية أصبح عندها وعي كبير في موضوع عمل المسحات أساس سلامتهم وسلامة لاعبتهم، ففي بروتوكول مفروض أنه يعلن عنه أعتقد بكرة بالكثير، هو تقريبا مشابه للبروتوكول السابق. وزي ما قلت لك أعتقد أغلب الأندية الآن بدأت يعني حتى تعمل مسحات بدون ما يرجعون الاتحاد السعودي، وفي إن شاء الله الآلية راح تشرح بالتفصيل خلال اليومين القادمين قبل الدوري بإذن الله. أستاذ ياسر، ما لامح البروتوكول هذا عطنا؟ لا هو طبعا يعني التأكيد والتشديد على موضوع الاحترازات الصحية، التزام بما تنشره وقاية وزارة الصحة. الآن الحجر أيضا أصبح تعرف بدل ما كان أسبوع أصبح يومين مع إجراء مسحة مع نهاية اليومين، في حالة كانت سلبية بإمكان سواء كان لاعب أو مدرب قادم من الخارج أنه تنتهي مدة الحجر، فهذه تقريبا هي أبرز الملامح. لو تم اكتشاف حالات كورونا بين اللاعبين أو الإداريين شنو اللي راح تسوونه؟ طبعا يستبعد أي لاعب أو إداري بشكل مباشر أساس يعني حفاظا على سلامة الباقين. المباريات راح تقام بكل الظروف، تعرف حيكون حنا في موسم استثنائي حسب الاجتماع اللي تم بحضور سمو الوزير مع الأندية، الأخوان في المسابقات في الرابطة والاتحاد السعودي شرحوا الرزنامة وشرحوا يعني فعلا حتكون مضغوطة بشكل كبير، فصعب جدا أنك تؤجل أي مباراة لأي سبب. في حال لا سمح الله أصيب أي أحد من الفريق أو لاعبين بإمكان النادي أن يستعين، القائمة حتكون مفتوحة فيما يخص الشباب والناشئين أيضا، فأنت تتكلم عندك تقريبا أكثر من 100 لاعب متاح انهم يلعبون معاك اي مباراه بشكل استثنائي، بالاضافه طبعا ل5 تغييرات اللي اقرت. فهذه ان شاء الله الانديه باذن الله حريصين وعارفين مدى اهميه موضوع الاحترازات، والحمد لله الارقام قاعدين نشوف تناقص، وان شاء الله باذن الله نحتفل جميعا ان شاء الله قريب بنهايه هذه الجائحه. توضيحات مهمة قالها رئيس اتحاد كرة القدم السعودي في سالم السميري على هاشتاج البرنامج في الدوري معوليد على تويتر، يقول بشر يا وليد في مشاكل في الأهلي أو نشاهد البرنامج على رواقة، تحياتي لك أبو بدر. يا أخوي ما في مشاكل، حتى يعني الأهلي في وضع جدا جيد. بيجي واحد يقول طيب أمس فلان رد، هذه كلها يتكلمون في تفصيل إداري مرتبط بعقود اللاعبين، لكن وضع الفريق الآن الفريق أكثر استقراراً، المدرب متمكن مع الفريق، اللاعبين بدأوا يوصلون، الفريق راح يدخل بطولة الدوري الآن الأسبوع الجاي وهو إن شاء الله في وضع جداً جيد. لا تشغلون روحكم بالتفاصيل، كل نادي لديه قضايا، كل نادي عنده قضايا ومشاكل، وهذا شيء طبيعي، لا يوجد نادي مثالي نهائياً، لكن هل يؤثر هذا على الفريق؟ لا يؤثر على الفريق، بس الجمهور هو اللي شوية يعني الله يساعدنا ويساعدهم. طيب نشوف مباريات الجولة الأولى إن شاء الله راح تبدأ يوم السبت المقبل، باقي لنا 4 أيام على انطلاق الدوري في نسخته 45. يوم السبت عندنا الشباب مع أبها في الرياض الساعة 6 مساء، والتعاون مع الفيصلي في بريدة 6:10، في الساعة الوحدة مع القادسية في مكة الساعة 8 مساء، وآخر مباراة راح تكون الهلال والعين الساعة 9:15. والله مباراة متأخرة، الله يعيننا في الرياض، يعني البرنامج يمكن يبدأ وهي في ثوانيها الأخيرة. يوم الأحد الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان، يوم الأحد عندنا 4 مباريات، الباطن مع الأهلي في حفر الباطن الساعة 6 مساء، النصر مع الفتح في الرياض 6 مساء، ضمك مع الرائد في أبها الساعة 6:26، ومباراة الساعة 8 مساء الاتحاد مع الاتفاق في مدينة جدة. طبعا للتذكير المباريات ستقام بطواقم تحكيم سعودية، وأيضا للتذكير المباريات ستقام بدون حضور جماهيري انتظارا لقرار وزارة الصحة واللجنة الصحية اللي نترقب قرارها يمكن خلال 2 أسبوع 3 شهر ما نعرف، بس لغاية ما تتحسن الأوضاع، وإحنا شايفين قاعد تتحسن أرقام
الإصابات قاعد تقل كثير والحمد لله، فبالتالي إن شاء الله إذا وجدوا أن الأمر مناسب ربما يطلعون بعض الأنظمة متعلقة بالتباعد، يكون في حضور جماهيري محدود ويبتدي يتصاعد شيئا فشيئا لغاية ما نخلص من هذه الجائحة. فاصل قصير ونعود. انطلاق دوري MBS للمحترفين بعد 4 أيام والنصر أكثر اكتمالا. ناصر الشمراني آخر هداف سعودي للدوري وست مواسم للأجانب. 10 لاعبين شباب في الهلال وبن نافل يستعد لما بعد تخفيض الأجانب. الأهلي يتكامل مع وصول الصربي فيجسا قبل البداية مع الباطن. الأولمبيا السعودي تعادل مع ساحل العاج استعدادا لأولمبيا طوكيو. حياكم الله من جديد. الدوري مع وليد على SBC وإذاعة جدة FM. ضيوف اليوم خالد القحطاني معي من الرياض وكابتن سلطان اللحياني. على هاشتاق البرنامج خالد يقول قبل العام الماضي كانت البرامج الرياضية ما شغلها إلا ديون نادي الاتحاد الضخمة وهاتي لت وعجل، ويقولون أنديتنا خالية من الديون والاتحاد يقول للصبر حدود بكرة نشوف. لما جت المكرمة الملكية بتسديد ديون الأندية طلعت بلاوي، ديونهم ضخمة فلا تستغربوا يلكون بألسنتهم مشاكل الاتحاد مجننهم. شوف خالد أنا عارف أنت وجمهور الاتحاد بعضهم يعني عندهم عتب أنه ليش الاتحاد هو الوحيد الذي تناقش قضاياه في وسائل الإعلام بينما الأندية الأخرى. شوف الفرق بين الاتحاد والأندية الأخرى أن الاتحاد كانت قضاياه توصل للمحاكم الخارجية ويجي فيها قرارات، الأندية الباقية ترى عليهم قضايا بس يحلونها قبل ما توصل يتفاوضون. هذا الفرق يعني اللي في الاتحاد وإن كان بنسب غير يعني متساوية اللي في الاتحاد وفي الأهلي موجود في الهلال وموجود في النصر وموجود يعني في أندية كثير عندها مشاكل مالية متأخرات أشياء ترتب عليها أشياء كانت سابقة. فبالتالي أنت حتى فترة تسديد الديون لما حصل تسديد الديون في أشياء تظهر بعد كذا، في أشياء كنت أنت متفق مع الناس على جدولة معينة ما تلتزم فيها، اللاعب يجي محامي يقنعه أنه يرفع قضية جديدة، فهذا أمر طبيعي. القضية أنه بس لا يجي الشيء الوحيد اللي فرق عن الاتحاد، الاتحاد جت قرارات عليه بخصم نقاط بمنع تسجيل، هذا الفرق بس، الباقي كلكم كلنا هذا الرجل يعني فهدي أعصابك. نرجع للدوري ومباريات الجولة الأولى. قبل ما نتكلم عن مباريات الجولة الأولى مع ضيوفنا خلينا نتذكر تواريخ تأسيس 16 نادي في دوري الأمير محمد بن سلمان في نسخة المقبلة. جبنا لكم الأندية من أقدمهم إلى أحدثهم، 16 فريق في النسخة 45 من الدوري السعودي. يعني شايبنا الاتحاد وآخر العنقود نادي الباطن، دوري إن شاء الله متميز ونسخة جميلة لهذه المسابقة. إيش كان عندك أنت قاعد تتكلم طبعا التقرير طالع عندك ملاحظة كان على الهدافين؟ ها لا لا خلاص تراجعت. ايوه لا تناقش في مصادرنا احنا نعلم ماذا نقول. ايوه لا مو مناقشة بالعكس مو مناقشة، اثق بكل ما يطرح. ناصر الشمراني قلنا له هو اخر هداف كان للدوري السعودي الدوري السعودي وبعد كذا كلهم كانوا هدافين اجانب. هذه امامنا تواريخ تاسيس الاندية. سلطان قبل ما نبدا في هذا الموسم الجديد ملامحه ايش؟ التنافس أين خريطة التنافس في الموسم الجديد؟ والله على حسب المعطيات وعلى حسب الإمكانات الفنية، وأعتقد أن الهلال والنصر لا حيستمر التنافس هو الأكثر في هذا الدوري لاكتمال عناصرهم لفوارقهم الفنية عن البقية، ولكن ممكن مع البداية متى ما كانت البداية جيدة لكل الأندية أعتقد أن الأهلي ممكن إذا كانت بداية جيدة حينافس على اللقب، كذلك حتى الوحدة إذا استمر على نفس الآلية من الموسم الماضي، الفيصلي والثبات والاستقرار اللي يصير عليه، ولكن كتحقيق لقب أعتقد أنه الأقرب الهلال والنصر. الاتحاد بعد عودة لحظة أنت ما تأخذ يوم الجماهيرية نقسمهم واحدة واحدة. نعم
احنا الكتلة المقدمة انت تراها انها هلال نصر اهلي وحدة. اعتقد نعم، اعتقد هلال نصر على المنافسة اللقب، وبعدهم بمراحل الاهلي والوحدة. طيب اذا الهلال والنصر على اللقب. على اللقب احنا نتكلم على منافسة الدوري. نعم. كلها هلال نصر هذه الطبقة الاولى. نعم. ومن ثم الصف الثاني المنافسة اهلي وحدة. اهلي وحدة فيصلي. الوحدة الفيصلي الرائد. 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 نعم. اوكي هذه الطبقة الثانية اهلي وحدة فيصلي الرائد. الاتفاق برضو الاتفاق معه. اتفاق تضيفه معه؟ نعم ضيف معه. اتفاق بعد بعد يكون عشاني بس. لا لا بعد الانتقالات الاتفاق. الاتفاق الدور الثاني تطور. طيب. كثير. الطبقة الثالثة ياتي على حسب مجريات الموسم الماضي. انا ما اعرف على التفاصيل للانديه كيف الاضافات اللي على حسب الاسماء، هل حيكون المردود داخل الملعب مميز، هل حيكون الاستقرار والانسجام مميز، هل يعني في امكانيه بعض الانديه الان ما انهت انتقالاتها، فاعتقد التاخير هذا حياثر عليها. ولكن في المجمل اعتقد انه هذه الخارطه اللي حتتنافس على على المراكز الاولى بالنسبه للدوري. طيب الشباب انت ما قلت الشباب. انا حطيت الهلال والنصر في الصف. نعم. الاول. نعم. الصف الثاني الاهلي والوحده والشباب. والفيصلي والرائد والاتفاق والشباب والاتحاد. برضه تراجعت؟ ها لا مو تراجعت. انت حسب العناصر. الاتحاد وان كان الموسم الماضي في مركز بعيد جدا عن المنافسه، ولكن اعتقد ان العناصر المحليه بالاضافه متى ما احضر عناصر اجنبيه مؤثره، وتحديدا اعتقد بعد الانتقالات الاخيره يحتاج الاتحاد قلب دفاع مميز يقود هذا الخط اللي تأثر. طب جابوا الحين مدافع من النصر عمرها وسام؟ لا قلب دفاع اجنبي. يعني اعتقد انه يفوق برونو كمستوى، ويفوق برونو كقياده، ويفوق برونو كتوصاوي. كيف شايف صفقته فنيا نتكلم؟ اعتقد ابتعاده فتره كبيره عن المشاركه مع النصر قلل كثير من حضوره، وهذا الشيء يوضح لك قيمته الفنيه. يعني لو كان هوساوي بمستواها السابق بالتاكيد كان حضوره واضح مع فريق النصر، ولكن اعتقد ان الموجودين في الاتحاد هوساوي في نفس المستوى، ممكن يكون كاحتياطي، ولكن كيبنى عليه تنظيم دفاعي اعتقد انه اقل من يعني ما قدم اقل من المتوقع او اقل مما يحتاج فريق الاتحاد. فاعتقد الاتحاد على المستوى الدفاعي يحتاج مدافع سوبر، وكذلك حتى على مستوى الانهاء بروجوفيتش او حتى بوني اقل من الطموحات اللي يطمح لها فريق الاتحاد. الاتحاد الموسم الماضي الهداف رومارينهو وهو لا يلعب راس حربه كراس حربه يعني مباشر، فاعتقد وجود هداف يتوازى مع قيمه السومة او جوميز او حتى عبد الله، هذا ما يحتاجه فريق الاتحاد في خط الهجوم. اما على مستوى اللاعبين المحليين اعتقد الاتحاد يمتلك لاعبين محليين يعني ممكن يكون مركزه في المراكز الاربعه الاولى. طيب في عبد العزيز الشلالي يقول ابو بدر للامانه ان المعيب دوري يحمل اسم سيدي ولي العهد، دوري باسم المملكه، والى الان بعض الانديه تزايد في بطولاتها وخصوصا بطوله الدوري، اتمنى الحزم والعزم في هذا الموضوع. ابو العزيز الشلالي حزم عزم ايش؟ الدوري معروف، الدوري السعودي انطلق في عام 1977. في ناس عندهم اراء رايهم، في ناس عندهم يرون في بطولات سابقه كانت بمسميات مختلفه، هذا رايهم ونحترمه ونقدره. لكن الدوري السعودي احنا خلصنا الجوله النسخه 44 وداخلين الان على النسخه 45، والدوري بدا 1977، واكثر نادي اخذ الالقاب في هذا الدوري نادي الهلال ب 16 نسخه. عندك كلام ثاني نحترمه ونقدره، لكن مش مضطرين احنا نروجه للناس لانه غير حقيقي. يعني حتى الشباب لو جاهزه اذا عندنا قائمه الدوري. ها شباب. طيب معليش كنا والله كنت طلبت هذيك الايام بس معليش يمكن الغلطه من عندي. خالد القحطاني تكلم سلطان عن يعني قسمهم درجات. انا ببتدي معاك من الخلف، خلينا نشوف يعني من الاحدث الضيوف العين الباطن القادسية حسب ما تشوف من تعاقدات واستعدادات، أين ترى الأقرب، من هو الأقوى من هذه الثلاثة أنه يبدأ بداية جيدة في الدوري؟ للأمانة وبدر الدوري الدرجة الأولى دائما الصاعد منها يكون مختلف تماما عن الفريق اللي صعد، لأنه يستغني دائما عن عدد كبير من اللاعبين بحكم أنهم ممكن ما يواكبون رتم الدوري الجديد، ويضيف عدد كبير من الأجانب يصلون إلى 7 أجانب. أعتقد أن القادسية نادي له خبرة وله حظوظ وله مكانة في الواجهة أو له مكانة في الدوري، فلما يستمر ويقدم أفضل المستويات ما راح أكون مستغرب. إدارة نادي الباطن عندها خبرة كبيرة وبدر، على فكرة إدارة نادي الباطن من الدرجة الثانية أو الثالثة أنا ما أعتقد، خذت هذا الفريق إلى أن
صعدت مرتين إلى الدوري الدرجة الممتاز، فأعتقد أن عندهم خبرة جيدة جدا. لكن في استعراض تاريخ الأندية وبدر عراقة كبيرة للأمانة تستحق أن احنا نفتخر فيها. يعني يوم تشوف ما شاء الله نادي الاتحاد يحتاج إلى 7 سنوات على ما أعتقد يدخل 100 عام، لا قوة إلا بالله. هذه العراقة ترى لها انعكاس مهما حاول البعض تجريدها على المستويات الفنية داخل أرضية الملعب، لأن كرة القدم كرة متطورة، كرة دائما لها أحداثها الجديدة، وحنا نملك بنية تحتية برضو جالسة تتطور، وإن كانت أحيانا لا تتواكب مع آمالنا، إلا أنه دورينا اليوم مختلف تماما عن السنين الماضية. يعني لو جيت قبل 10 سنوات أو قبل 20 سنة تلقى دوري متطور سريع الرتم. أنا أتذكر بدر واحد من أكبر اللعيبة الأجانب في الدورينا اليوم كان يتحدث دائما عن سرعة الرتم، وأنه منصدم من سرعة الرتم في دورينا. مو بشرط أنك تحضر عدد أجانب جيد وفتكسب الدوري، بالعكس تماما في الدوريات الموجودة في المنطقة حنا أقوى قوة شرائية، أقوى قوة جماهيرية. أنا أتذكر بدر واحدة من المفارقات نادي الأخوي القطري اللي هو اليوم اسمه نادي الدحيل، تأسس في 2009، في 2010، 2011 هو بطل الدوري الممتاز مرتين وراء بعض. هذا الشيء في دورينا يستحيل أن يحدث، لأنك أنت تملك خط فني متطور، تملك أندية لها كيانات، لها جماهير تنتمي لها انتماء كبير. فهذه العراقة لها انعكاس كبير على دورينا، والأمانة شيء يستحق ان احنا نسوقه ونفتخر فيه دائما. احد المشاهدين كان يتساءل يقول محاطف عبد الحميد طيب يقول علي على اي اساس اظهرت قائمه تواريخ التاسيس؟ مصادرك تويتر او واتساب او شله معينه؟ استاذ عاطف مصدري هو مقام وزاره الرياضه، القوائم الرسميه المعتمده باوامر ساميه واتحاد كره القدم. واضح؟ تسألني عن سجل الدوري السعودي، من شوي كان في أحد المشاهدين يسألنا عن بطولات الدوري، دبرناها. شوف أبطال الدوري السعودي من بدايته 44 نسخة، وإن شاء الله يوم السبت نبدأ النسخة 45. سالم العسيري يقول ضمك سيكون في مقدمة أندية الوسط، سجلها عندك أستاذ وليد وبن زكري مستمر، شو رأيك يا سلطان؟ اعتقد النقل اللي عملها بن زكري في الدور الثاني بعد تغييره لاكثر من 17 لاعب وتغييره كذلك حتى لثمانيه لاعبين اجانب، وكيف تاثيرهم على المستوى الفني، قدم اداء اكثر من رائع والثبات على اللاعبين الاجانب باضافه اعتقد عنصر واحد، هذا شيء يوضح لك الاستقرار اللي يعيشه فريق ضمك، وحتى استمرار بن زكري اعتقد انه نقطه مهمه في استمرار تطور هذا الفريق، فاعتقد انه حيصير بهذه المنهجيه وبهذا الفكر. فهد يقول أبو بدر خالد القحطاني يقول الدحيل تأسس عام 2009 وأخذ الدوري مرتين، ويقول عندنا مستحيل. طيب وش تقول عن سيدني تأسس 2012؟ هاي دقة في الرفرة. يقول سيدني تأسس 2012 وأخذ آسيا من الهلال 2014. أبدا أبو بدر، ما أنصدم إني أشوف نادي من أندية الشرق إن كان غير متكامل فنيا يصعد إلى طرف النهائي. أوراوا ترى كان ينافس على الهبوط هذا الموسم، صعد نفس الهلال، لكن في نفس الوقت أنا أعتقد لو نعاد هذاك النهائي 1000 مرة أو حضر في يوم تقنية الفار ما راح يكون سيدني هو بطل البطولة. طيب خلينا نشوف هذا التقرير عن استعدادات الأندية قبل 4 أيام من انطلاق الدوري. أيام قليلة تفصيلنا عن انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي سينطلق يوم السبت القادم. الأندية 16 تسابق الزمن على أكثر من جانب، الإعداد الفني والبدني للموسم، ومن جهة أخرى إبرام التعاقدات وتدعيم الصفوف في فترة تشهد لأول مرة إعداد كل الأندية داخليا بدون معسكرات خارجية. الأندية الأربع المشاركة آسيويا اكتفت بإعداد لياقي وفني دون مباريات ودية قبل أيام من الجولة الأولى. كان حامل اللقب ووصيفه قد قسموا العودة للتدريب على شكل مجموعات حتى تكتمل الجاهزية. جدة أكثر المدن شهدت تواجد للأندية لإقامة معسكراتها، حيث تواجد الرائد وضمك والفتح وأبها بالإضافة للوحدة، وأقيمت عددا من الوديات فيما بينها بمشاركة الاتحاد. الشباب أقام معسكرا داخليا في الرياض تخلله عددا من الوديات التي وقف فيها بدرو على جاهزية لاعبيه. الاتفاق لم يغادر وأقام عددا من الوديات في الدمام التي اختارها الباطن معسكرا له. القادسية فضل الأجواء الأكثر برودة وأقام معسكرا في أبها استعدادا للدوري. الفيصلي أقام معسكره في مقره بحرمة وسافر إلى جدة لمهمة واحدة للعب ودية مع الاتحاد يعود بعدها لمعسكره من جديد. الوافد الجديد العين أكثر الأندية الغير مستقرة.
المدرب البرتغالي برونو يتراجع عن اتفاقه مع الفريق ووضعهم في موقف صعب قبل أيام من مواجهة الهلال حامل اللقب. الجولة الأولى ستوضح من أفضل، من استفاد من الفترة الماضية وأحسن إدارة وقته جيداً. خالد، أندية كثيرة الآن طبعاً قاعد تستعد بعد نهاية الموسم، تعرف فترة ما بين نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الجديد فترة قصيرة غير مسبوقة، ما في يعني ما سبق إن احنا انتهى الدوري وبعد شهر أو شهر وخمس أسابيع رجعنا لعبنا موسم جديد، لكن في أربع أندية سعودية شاركت في دوري أبطال آسيا، فهذا الجانب يعني للهلال والنصر والأهلي والتعاون، هل راح يكون مشاركتهم في آسيا لها انعكاس إيجابي أم سلبي عليهم في بداية على الأقل أول خمسة أسابيع للدوري؟ هل راح يكون فيها إرهاق ولا أن هذه فادتهم في استمرار لياقتهم العالية واستعدادهم للدخول في مباريات بالذات بعد جائحة كورونا وتوقف الأندية عن التدريبات لمدة شهرين ثلاثة؟ خلينا نستثني الهلال أبو بدر من الأربعة بحكم أنه الهاجس عند الهلال أعتقد أنه نفسي من الدرجة الأولى وهذا ظهر في تصريح رزفان وشيسكو في البي بي سي أنه تكلم عن الهاجس النفسي أنه كل يوم ننتظر إصابة جديدة، هذا الحادث النفسي يحتاج إلى عمل أكبر من الهلاليين ليتجاوز هذه المرحلة. أما بقية الأندية الثلاثة اللي هي النصر والأهلي والتعاون فإن الهاجس لديهم بدني بحت، أقل أعتقد من أسبوعين أو أقل من ذلك برضو بكثير، هم كانوا يلعبون بطولة دوري أبطال آسيا على نظام التجمع مباريات متتالية كل ثلاثة أيام، هذه برضو فيها صعوبة. أما على الدوري مجمل أبو بدر، أكبر هاجس اليوم يرهق الأندية هو المعسكرات الداخلية، المعسكر الخارجي له أثر بدني تتحكم فيه الأجهزة الفنية بالأحمال البدنية بشكل كويس، تتحكم بالنظام الغذائي، تتحكم حتى على مستوى المباريات بأنهم يختارون عادة أندية ضعيفة ثم يبدأ التدريج إلى أن يبارون أندية أكبر في نهاية المعسكر التدريبي. اليوم لا، الخيارات في البنية التحتية محدودة، الاختيارات في الاستقرار في الأندية أو الأماكن برضو محدودة، فهذا الأمر ممكن يكون شوي مرهق. عن نفسي وبدر ما أتوقع أنه بداية هذا الدوري بتختلف كثير عن نهاية الدوري الماضي، ممكن أستثني ناديين من ذلك، نادي الاتحاد ونادي الشباب، أتوقع أنهم بيتغيرون تغير جيد على مستواهم. بقية الأندية أتوقع أني بشوف تقريبا نفس المستويات عن نهاية الموسم الماضي. فيه الموسم أو في الدوري الماضي الحقيقة فيه مجموعة من الأهداف تصنف تحت بند أهداف عالمية، كيف؟ شوف كاريو، كاريو مع سالم، كاريو الله على التمريره يا كاريو على لمسة سالم على النهايه يكوبز عالمي عالمي دين يسعد هنور الدين برابط على اليمين عرضية بالراس فيها شيء الكاميروني خطفها، الكاميروني أرسلها يا الله، رائد التحدي. هذه الكرة المحاولة من الثابتة تأتي الكرة يا رب، لا شباك نظيفة في حضور التعاون، تعود إلى خالد، وصلت في نص الملعب إلى عبد الإله، الله على التحرك، الله على الاستلام، الله على روما، مستحيل هناك لاعبون تشعر أنهم ينتمون إلى الجيل الماضي. إلى الخلف يتقدم عمر، يتقدم عمر يا رب، الكبار وحدهم يفهمون ما حدث، يفهمون ما حدث، لا يحتاجون إلى شرح. الله على الهداف. غريبين على حدود منطقة الجزاء، غريبين يلعب الكرة لياسر الشهراني، عرضية باتجاه إدواردو، واصلة عند علي الحسن، يمر يتقدم، الله عليك يا علي، الوانتو موجود، علي علي، الله الله الله، يا قصيبة تتخلص من ساندرو مانويل، هيلدو راموس لتوابا، تتوابا
اتوابا اتوابا خيال. تتخلص الآن وتعود من نصيب الفريق الأبوة. الله والله كل جول يقول الزود عندي. ها، وهذا يوضح لك المستوى العالي اللي اصبح فيه لعيبه في دورينا. وشوف كيف الاهداف صراحه توضح لك على التكنيك العالي، على المهاره الكبيره، على التنافسيه الكبيره لاغلب النجوم اللي حضرت سواء على المستوى الاجنبي وحتى في اهداف لعناصرنا المحليه. خالد القحطاني، ايش الاهداف اللي عجبتك وتعليقك عليها؟ كثير ابو بدر، تحيرنا انت كذا بين الجمال. آه، انا شفت اهداف لما انا احس اني لو عدت 1000 مره برضو بستمتع. عندك هدف علي الحسن الأخير، هدف توامبا، هدف قوميز على النصر، هدف إدواردو الرائع جدا على الاتحاد في جدة، وهو في ذاك الوقت كان لاعب يهدد أنه غير ما يحفظ مركزه بشكل أساسي، كان هدف جدا رائع. هدف برضو عمر السومة على التعاون، وأنا تعودت الصراحة أن أشوف مثل هذه الأهداف من كرة ثابتة الجميلة من عمر السومة، لما أنا قيمة كبيرة لدورينا. وأعتقد أنه كان موسم على مستوى الأهداف معدلة عالي جدا، الأهداف كانت غزيرة. طيب شكل الأهداف هذه ما يعتبر شهادة للدوري السعودي انه في ارتفاع مستوى عالي جدا صار في الثلاث سنوات الماضية؟ صحيح، بدأ دورينا يعني لما اعتقد ان احنا وصلنا الى هذا الزخم من الثقل الفني، مع انه في بعض الاندية تمر بصعوبة، الا انك لما تقيس حتى على اندية الوسط تلقى هوية ممتازة جدا. اتكلم هنا عن الوحدة، عن الفيصلي، عن الكثير من الاندية، ما ودي اعد اسماء واظلم بعض الاندية، بالاضافة الى ان الاندية الكبيرة صارت تملك عدد او جودة عالية من اللعيبة الاجانب. وبدر حتى على مستوى اللعيبة الاجانب اليوم لما يطرح لاعب اجنبي ما يملك سي في جيد على الاقل صعب تقنع الاندية فيه. فالقوة المالية لدى دورينا اليوم حتى على صعيد القوة السوقية وبدر كقيمة سوقية للدوري، وصل ما شاء الله لقيمة سوقية حدود 300 مليون يورو، احنا بعد الصين مباشرة، مع ان الدوري الصيني يتفوق علينا بعدد اللاعبين باكثر من حدود 47 او اعتقد 74 عفوا لاعب. فهذه القوة السوقية وهذه القوة الفنية تعطي دورينا زخم كبير. اليوم اي فريق بدر ياخذ دورينا احنا نرشحه على طول انه يكون بطل دوري ابطال اسيا او ينافس. حدثت مع الهلال، حدثت مع النصر، حتى الاهلي اللي كان يعاني على دورينا كانت انديته تطالب انه يستغل هذه النسخة. فارتفاع القيمة الفنية لدورينا امر واضح جدا، ونقول ان شاء الله باذن الله انه يستمر ويتحسن. كابتن سلطان، في سؤال من مشاهد على الهاشتاج البرنامج اسمه هاشم حريري، يقول اتحادي من جدة، يقول دكتور سلطان الأحياني، هل تؤيد استمرار بوني أو عودة رودريغيز؟ أنا أول شيء على موضوع بوني، أعتقد أن وجود بوني وبروفيتش ما أعتقد أنه شيء جيد للاتحاد أن كلهم في نفس المركز، وكنت أعتقد أنه لاعب بديل لهم الاثنين يكون بقيمة أعلى هو ما يحتاجه الاتحاد كرأس حربة. رودريغيز أعتقد أنه يضيف للاتحاد إذا كان فيه خانة شاغلة الآن، فأعتقد أنه يحتاج الاتحاد لاعب طرف في هذا المركز. ولكن الأهم برأيي أن الاتحاد يحتاج لاعب قلب دفاع قائد للمنظومة الدفاعية، مميز في التمركز، مميز في القيادة، تبنى عليه شخصية وتبنى عليها التنظيم الدفاعي، وكذلك كرأس حربة يفوق قيمة بروجيفيتش أو حتى بوني اللي ما قدموا موسمين، ما أعتقد أنه شيء أضاف للاتحاد أو أضاف للنهاب في فريق الاتحاد. طيب نرجع مرة ثانية نشوف المباريات الجولة الأولى للدوري. راح يوم السبت عندنا 17 أكتوبر الشباب مع أبها، التعاون مع الفيصلي، الوحدة والقادسية، والهلال والعين. سلطان، رأيك في هالمباريات وكيف راح تكون بناء على إعداد الفرق، بناء على متابعتك لهم لآخر أخبار؟ أول بالنسبة أول مباراة الشباب وأبها، أعتقد استقطابات الشباب المهمة على المستوى الأجنبي، يتكلم عن بانيغا وحتى مارتينيز أو حتى العناصر المحلية اللي من الموسم الماضي استقطبها الشباب، فأعتقد أنه حيقدم أداء أكثر من رائع هذا الموسم، ويعني يتفوق على الموسم الماضي. في أخطاء كثيرة كانت الموسم الماضي يعني على مستوى اللاعبين الأجانب ما كان تأثيرهم واضح، ما قدم يعني من أسماء الفريق الشباب، أعتقد أنه حيقدم إضافة. أبها استقرار مع بصراحة الفريق الأبهاوي على مستوى العناصر الأجنبية، حتى على مستوى العناصر المحلية، وحتى على مستوى الإعارات، أعتقد أنه فريق يعني زاد من قوته على الموسم الماضي وأصبح أكثر خبرة في هذا الدوري. فأعتقد أنها مباراة متكافئة قياسا على مستوى الفريقين الموسم الماضي. ونتكلم عن أول مباراة، ما نعرف كيف الإعداد للفريقين، ما نعرف كيف الجاهزية لكل اللاعبين، فأعتقد أنها مباراة متكافئة.
التعاون والفيصلي، التعاون استقطابات أجنبية كبيرة، أضاف الموسم هذا 4 لاعبين أجانب، الوحيدين يعني 3 لاعبين اللي بقوا ميسي وحتى كاسي وحتى ساندرو، 4 لاعبين أجانب. يحتاج فريق التعاون للتطوير على المستوى الهجومي، يفتقد من بعد غياب توامبا الفعالية الهجومية، فأعتقد أنه يحتاج كرأس حربة مهاجم استقطب اللاعب الأسترالي. بالنسبة للفيصلي، عودنا الفيصلي في كل موسم على الاستقرار، عودنا على الصفقات النوعية للأجانب، مع أنه فقد الجبلي أو حتى هايلاند، ولكن أعتقد عين الفيصلي في استقطابات اللاعبين عين خبيرة، وبالتأكيد أنه حيصير على نفس النهج اللي عودنا فيه الفيصلي. فأعتقد أن الغلبة في هذه المباراة للفيصلي بشكل أكبر. طيب الوحدة والقادسية؟ الوحدة وما قدم مستوى مميز الموسم الماضي، واستقراره على أغلب لاعبين أجانب بإضافة لاعبين ممكن على المستوى الأجنبي، أعتقد أن الوحدة أكثر جاهزية من القادسية. القادسية أعتقد إلى الآن ما اكتمل عناصر الأجنبية، فأعتقد الأفضلية في هذه المباراة للوحدة. العين والهلال، تكلم عن بطل مسابقة مستقر على مستوى اللاعبين المحليين وكذلك حتى على مستوى الأجانب. العين أعتقد أنه على مستوى الدوري هو أقل الفرق إعداداً، تكلم عن مدرب الآن ما حضر، مدرب وقع معه وبعدين تم إلغاء عقده. جابوا مدرب ألماني كويس يعني إلى الآن ما وصل، المباراة بعد 3-4 أيام، فأعتقد أنها حتى على مستوى الأجانب، تكلم عن فقط 3 لاعبين أجانب إلى الآن حسب ما أعلن. فأعتقد أن العين مفترض يكون بجاهزية أكبر، خاصة أنه كان من الفرق اللي متوقع حتى حتى بعد يعني جائحة تأهله. نتمنى له التوفيق، ولكن يعني كأفضلية واضحة للهلال. خالد القحطاني، مباريات الأحد المقبل عندنا الباطن الأهلي، ناخذها مباراة مباراة. الباطن الأهلي، النصر، الفتح، وضمك، والرائد، والاتحاد، والاتفاق. اعتقد ان المباراتين الاولى، مباراتين النصر والباطن، او عفوا مباراه الاهلي والباطن، بتكون مواتيه للاهلي بشكل اكبر. الاهلي تدعيماته اللي اليوم احنا نسمع انها ممكن تغلق الى 4 تدعيمات اجنبيه، وان كانت قيمتها ما هي مكلفه جدا على النادي، الا انه اختيارها كان للامانه بشكل دقيق، سواء في المحور او حتى في الطرفين او حتى في ادريس فتوحي. اما مباراه النصر والفتح، اعتقد انه النصر والهلال محظوظين الى حد كبير بانه جدولتهم مواتيه في انهم يحكمون موسمهم، فاعتقد ان النصر بتكون له الغلبه، وان كان الفتح نادي جيد جدا، الا انه خساره العنصر المحلي عندهم مثل علي الجامي مثل علي الحسن ممكن تعبهم شوي في بدايه الموسم، فاعتقد انه النصر هو اللي بيكون متفوق فيها. طيب الاتحاد والاتفاق، مباراه صعبه جدا على الاتحاد بدر، والجدوله الاولى على فكره كلها صعبه على الاتحاد. الاتحاد اعتقد في اول 5 جولات بيقابل الفيصلي، بيقابل الاهلي، بيقابل الاتفاق، انديه اما توازي في نفس الترتيب، ولما تحزن شوي لما تقول عن هذا الاتحاد، لكن هذا واقع، انديه ممكن توازي في نفس الترتيب، وانديه مثل او نادي مثل النادي الاهلي ممكن يكون اجهز، نادي على صعيد الديربي دائما له حظوه كبيره. فالصعوبه في اول 5 مباريات للنادي الاتحاد بتكون مرهقه للامانه، مرهقه لكريلي، مرهقه لاداره النادي. لكن على حد اعتقادي ان خرج الاتحاد باول 5 جولات باكثر من 19 نقاط، فهذا مكسب كبير. اتوقع انها مباراه بتكون اقرب للاتحاد. اما مباراه ضمك والرائد، اعتقد انه الكفه، وان كان الرائد اغلق الموسم الماضي بترتيب افضل، الا انه وجود ابن زكري في نادي ضمك يجعلني دائما ارشحه امام الانديه المنافسه. طيب على هاشتاج البرنامج زامل يقول ابو بدر، هل في بوادر لعوده الجماهير للملاعب؟ ان شاء الله بيرجعون، بس عاد في الشهر هذا اشك. الشهر الجاي خلنا نشوف، يعني قبل ما يرجعون الجمهور بالتأكيد راح يطلع قرار، لما يطلع القرار هيترك لنا على الأقل 2-3 أسبوع نستعد له. فنظريا حسب قدام أمامنا 5 جولات الجاية للدوري، أنا أشك أن يكون فيها حضور جماهيري. في برضو مشاهد يقول هدف جوليانو فعلى الأهلي ما جبتوه، يعني هو يرى أنه كان هو الأفضل. أيضا وين، أيوة، سعد الشهراني يقول هدف أنسيلمو بالحزم خرافي، نسيت ما طلعته. طبعا احنا قاعدين نفاضل بين ايش، بين الافضل وال يعني بين الجيد والاجود، ما اقدر ننكر انه، وهي دائقه على حسب رؤيه المشاهد. طيب يقول لك هدف كاريلو يا وليد ضد الاتفاق من اجمل الاهداف، ولم يتواجد ضمن الاهداف العالميه. ايش رايك انت سلطان؟ نعم. تتفق معه؟ نعم. سلطان عزز لك هدف كاري، وهدف حتى انسلم اللي في الحزم اللوب هذا بصراحه. مها الشمري تقول ما ادري شنو التميز في هدف حمد الله، ولا عشان جبت للهلال لازم تجيب للنصر؟ لو كذي ما لومك، شلون حرام عليك. بالصدر هدف، كان بالصدر الهدف، اعتقد انه جماليه وثقه واضحه من اللاعب،
التركيز. إطار مطايق اللاعب. طيب واحد يقول وين هدف كاريلو؟ هدف كاريلو قلنا لكم احنا نفاضل ما بين الجيد والأجود لا أكثر. نروح الفاصل ونرجع. حياكم الله من جديد. النادي الأهلي طبعا وصل فجر اليوم الثلاثاء إلى جدة لاعب الصربي ليومير فيجسا لاعب نادي الأهلي واللي يلعب في مركز المحور، وسيخضع فيجسا إلى العزل 48 ساعة بالإضافة لإجراء فحص الكورونا قبل الانخراط في تدريبات الفريق حسب البروتوكولات الطبية. البروتوكول الجديد الآن عزل 48 ساعة ويسوي فحص، إذا طلعت النتيجة سلبية اللاعب يقدر يدخل الملعب، مو زي النظام السابق كان أسبوع، الآن 48 ساعة عزل يسوي فحص مسحة طلعت النتيجة سلبية تفضل وعلى الملعب. طبعا زميلنا وليد الخضير تواجد البارحة في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة والتقى طبعا مع اللاعب بعد وصوله إلى الأراضي السعودية. Thank you and thank you because you come here to wait me. شكرا لكم وأشكركم لأنكم أتيتم وانتظرتوني في هذا الوقت المتأخر. أنا هنا الآن وسعيد ومتحمس للانضمام لتدريبات فريق الجديد. سأعطي كل ما لدي وأقاتل لأجل الأهلي. بالتأكيد شاهدت مباريات الأهلي عندما عرفت بأنهم مهتمين بالتعاقد معي. بالتأكيد تحدثت مع مارين لأني أعرفه مسبقا وطبيعي أن أسأله عن الأهلي، وقال لي أنه فريق كبير وحديثه كان إيجابيا. بدأت مفاوضاتي مع الأهلي قبل شهرين تقريبا. لا أعرف أحدا من اللاعبين سوى مارين فقط، والآن لدي الوقت الكافي للتعرف أكثر على اللاعبين. تحدثت مع المدرب فلادان مرة واحدة عندما بدأت المفاوضات مع الأهلي، وبالتأكيد أعرف المدرب لأنه من بلدي صربيا. لا أود الحديث عن من ينتقدني كثرة إصاباتي، عليهم معرفة مشاركاتي طيلة السنة. صحيح سابقا كنت أعاني من كثرة الإصابات، ولكن آخر 4 مواسم الأمور كانت جيدة بالنسبة لي. أنا الآن جاهز 200%. ما في صار خلاص صديق وليد الخضير، ما في الله، لو تجيبونه من بعبارة بنصيد اللعيبة سواء للهلال والنصر والأهلي والاتحاد وكل الأندية. عموما أول 5 مواجهات راح تكون الأهلي في دوري الأمير محمد بن سلمان راح تكون على النحو التالي. هذه المباريات اللي جاية الآن للأهلي. الأهلي راح يلعب مع الباطن يوم الأحد 18 أكتوبر، يلعب معه في حفر الباطن. بعدها يوم الخميس 22 أكتوبر يلعب الأهلي مع الوحدة في جدة. بعد كذا يوم السبت 31 أكتوبر، ما شاء الله والله بادين بدري، يعني بعد أقل من أسبوعين الاتحاد مع الأهلي الديربي في جدة. يوم السبت 7 نوفمبر العين مع الأهلي في الباحة، ويوم السبت 21 نوفمبر الأهلي يلعب مع الشباب في جدة. يعني الأهلي عنده مباراتين، في 3 مباريات في جدة ومباراة في الباحة ومباراة في حفر الباطن، هذه 5 مباريات سلطان للأهلي. أعتقد أنها متوازنة، يلعب مع فريقين صاعدين باطن والعين، صحيح ديربي مع الاتحاد ومع الأهلي كذلك، مع الوحدة كذلك مباراة كبيرة حتى مع الشباب، فأعتقد أنها مباراة متوازنة قياسا على جدول بشكل عام لكل الفرق. إيش رأيك في صفقة اللاعب الصربي فيجسا؟ هو كمعوض بصراحة سوزا، وحتى إصابة ساريش أعتقد أنه وجوده كأهمية كسوزا، أعتقد أنه كسوزا وكما قدم سوزا من أداء من موسمين أعتقد أنه قدم أداء كبير. فيتسا كاسم لاعب كبير، كاسم لاعب دولي، كالفرق اللي لعب فيها، تحقيق البطولات مع اغلب الفرق اللي حضر فيها، فاعتقد انه اضافه، خاصه انه في المركز اللي يحتاجه الفريق الاهلاوي بخصوص انه يعني كلاعب محور ارتكاز بهذه الامكانات بقوه في الافتكاك بقياده للتنظيم الدفاعي من وسط الملعب، فاعتقد انه حيقدم اضافه. محمد الشهري على هاشتاج البرنامج يقول اتمنى تسال الاحياني، هل الاهلي بالصفقات الحاليه ممكن يحقق الدوري؟ أعتقد أنه ممكن يكون أفضل من الموسم الماضي، ولكن كتحقيق دوري المقارنة مع الهلال البطل ومع النصر الوصيف لا زالت الفوارق بعيدة نسبيا. اليوم نبغى نفتح ملف مهم جدا، وهو ملف المسؤولية والخدمة الاجتماعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم. معي الآن عبر سكايب من المنطقة الشرقية الأستاذ نزيه آل نصر، عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس المسؤولية الاجتماعية
في هذا الاتحاد. حياك الله ابو شوق. هلا والله ابو بدر، امسي عليك وعلى ضيوفك الكرام الاخوه الاعزاء، لك سلطان ولك خالد وعلى المشاهدين والمستمعين الكرام. بس نيو لوك جا يعني لا هذا من زمان، بس انت زمان عني. الله 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 الله. اول حاجه يعني كيف مر موضوع الخدمه الاجتماعيه في الاتحاد السعودي لكره القدم في موسم الحقيقه يعني كان اساسه التباعد الاجتماعي؟ يمكن انتم اشتغلتوا في اول ثلاث شهور اربع شهور قول خمس شهور، بس الفتره التاليه ما ادري كيف كان تعاملتوا معها، اشرح لي تجربتكم في هذا الموسم. والله وش اشكرك ابو بدر على اهتمامك بالمسؤولية الاجتماعية، وهذا ما هو غريب عليك وعلى البرنامج، ما هو مجامله لك. زي ما تعرف الانديه اشتغلت، احنا اطلقنا جائزتين مع بدايه الموسم، هي جائزه المسؤولية الاجتماعية للانديه وجائزه الجمهور المثالي اطلقناها. وبدينا فيه الحمد لله. طبعا جاءت الجائحه وتغيرت امور كثيره، ولا اخفيك عن جائزه المسؤوليه الاجتماعيه هي الجائزه الوحيده في على مستوى اسيا في الاتحادات المحليه اللي موجوده كاتحاد، يعني في جائزه موجوده على مستوى الاتحاد الاسيوي كاتحاد قاري، بس على مستوى الاتحادات الحمد لله هذه النسخه الثانيه الحمد لله. زي ما تعرف يعني موضوع الجائحه وموضوع التباعد وموضوع الحظر الكلي والجزئي حدد كثير من شغل عندي، يعني عندي خصوصا واحنا كفعاليات وايقاف دخول الجمهور، لكن الحمد لله مثل يعني اطلقنا احنا قبل فتره ما عملت الانديه اثناء الجائحه، وصراحه شيء يفتخر فيه من جميع الانديه اثناء الجائحه من عمل تطوعي وعمل توعوي، عمل كبير في الانديه. احنا اطلقنا شكرناهم كاتحاد واطلقنا كل المبادرات وجهنا عليهم الفوكس ايش سوت هذه الانديه، العمل الكبير عملت الانديه في هذه الجائحه، صح ما هو المأمول بسبب الجائحه لكن الحمد لله عمل كبير، نطمح للمزيد ان شاء الله بعد زوال هذا الجائحه باذن الله الموسم القادم. طيب خليني اقطع شوي استرسالك ونتوقف عند النقطه هذه، انا ودي اعرض تقرير عن المسؤوليه الاجتماعيه في اتحاد كره القدم ونرجع نكمل. ابو شوق استاذ نزيه النصر عضو اتحاد كره القدم ورئيس المسؤوليه الاجتماعيه في اتحاد اللعبه، بعد كده نرجع نفتح هذا الملف. لكل اتحاد يبحث عن النجاح هناك عوامل يجب توفرها، خصوصا في بعض اللجان البعيدة عن المناقشات والمناكفات. الاتحاد السعودي لكرة القدم يحظى بلجنة تجد القبول والرضا من الكثير لما تقوم به من أعمال تزيد من المشاركة الكروية في المملكة. لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية باتحاد الكرة السعودي إحدى تلك الأسباب التي تقف خلف نجاح الاتحاد. برئاسة نزيه النصر تقوم لجنة المسؤولية الاجتماعية بأعمال تهدف لتحقيق الريادة في دعم التنمية الاجتماعية من خلال نشاط كرة القدم ورسالتها الرامية لتعزيز القدرات لتصبح المسؤولية الاجتماعية جزءاً من نشاط كرة القدم عبر ابتكار برامج ومبادرات ذات أثر واستدامة. لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية تسعى إلى تأسيس العمل الاجتماعي ووضع برامج وخطط لتطويره يواكب بذلك التطور الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية على كافة الأصعدة. لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية قدمت العديد من المبادرات للمساهمة فعليا في رياضتنا، حيث أطلقت سابقا جائزة الجمهور المثالي لتسهم هذه الجائزة في الرفع من القيم الأخلاقية والحد من أي ظواهر سلبية محتملة، كما أنها أشعلت التنافس بين الأندية بإطلاق مبادرة وتقديم جائزة لأفضل المبادرات التي تقدمها الأندية. لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية أطلقت مبادرة لتحفيز الأندية واللاعبين لتأسيس الجمعيات الأهلية الخاصة بالأندية المحترفين واللاعبين المعتزلين والحاليين بهدف تنظيم وتنسيق أعمال الأندية واللاعبين في المسؤولية الاجتماعية بشكل مؤسسي ومستدام. لجنة من 5 أعضاء شاركت وساهمت في نجاح اتحاد الكرة لإنجاز مهامه ببذل المبادرات والاهتمام بكل ما من شأنه عمل تأثير إيجابي في الوسط الرياضي. نزيه، نرجع مرة ثانية لمحورنا اللي كنا نتحدث فيه حول المسؤولية الاجتماعية. تكلمتوا أنتم عن جائزة الجمهور المثالي، هل يعني ليش ما منحتوا الجائزة بناء على الأقل ما مضى من الدوري؟ هل حجبت في هذا الدوري؟ نعم حجبت مبدر، مثل ما تعرف ما في تكافؤ فرص بيكون، هي لأن ما يعني ما هي فقط على الحضور الجماهيري، الحضور الجماهيري يشكل 40% من
من نقاط الجائزة، في 25% على الانضباط، في يعني على الفعاليات الجمهور، ففي عدة نقاط فيها. الحضور الجماهيري فقط حتى لما وقف الدوري أو الحضور الجماهيري المشكلة الفرق لم تمثل المباريات. فارتئينا كلجنة وجميع الأعضاء ودعم اتحاد القدم برئاسة الأستاذ ياسر المسهل بتأجيل الموسم القادم إذا إن شاء الله رجع الجمهور، ولكن لنا حريصين عليه وكل شيء مرصود، لكن إن شاء الله يعني إن شاء الله تكون بشكل أفضل الموسم القادم بإذن الله. طيب اتفقنا. طيب جزء كبير من أنشطتكم يعني تجرى أو تقام داخل إطار المباريات في الفعاليات المصاحبة لها، والآن في ظل جائحة كورونا أكيد أنه الوضع متوقف في هذا الاتجاه. ما أنتوا كلجنة ما تسألون اتحاد القدم طيب متى إيش الوضع لو تم السماح بدخول الجمهور؟ راح يكون طبعا تعرف راح يكون بشكل تدريجي ويكون في تباعد. هل لجنة المسؤولية الاجتماعية قادرة على التعامل مع مرحلة بهذا الشكل؟ بالتأكيد، ولا أخفيك الأندية عندنا يعني خصوصا في الدوري الممتاز دوري كأس دوري الأمير محمد بن سلمان يعني شارطة فيهم مجروحة، شغل كبير في الأندية في اللجان المسؤولية الاجتماعية أو الجماهيرية، مستعدين كل الأندية لكن تنتظر القرار وفق ما تقضيه المصلحة العامة وأنظمة وزارة الصحة ووزارة الرياض. احنا جاهزين والكل جاهز، لكن مثل ما يعرف الجائحة يعني أكبر من أي مغامرة نحن نغامرها كجمهور، والكل متفاهم هذا الشيء. إن شاء الله جاهزين بإذن الله، والأندية جاهزة بإذن الله، وبدعم وزارة الرياضة والمجلس الإدارة، فقط ننتظر الإشارة وفق ما تقضيه المصلحة وحماية الجميع. وإن شاء الله مثل ما نشوف الأرقام قاعدة تنزل، وإن شاء الله تكتمل يعني في أولويات مثل ما تعرف أبو بدر، إن شاء الله تخلص الجائحة ويعني لاحقين إن شاء الله على الجائزة بإذن الله. طيب ذكرت أنت الأندية طبعا، عن في كثير من الأندية السعودية عندها مبادرات في هذا الجانب، بس طبعا بالتأكيد الأندية مش كلها بتقوم بنفس الجهد، ممكن تلقي تسلط الضوء عن بعض يعني النقاط المضيئة في هذا الجانب، في جانب المسؤولية الاجتماعية داخل الأندية الدوري الأمير محمد بن سلمان؟ والله مثل ما يعني احنا دورنا الرئيسي تعزيز قدرة الاتحاد والأندية اللي تصبح مسؤولية الاجتماعية جزء أجزاء من كرة القدم، وهذا الشيء موجود. النسخة السابقة مثل ما يعرف فاز فيها نادي الهلال، والثاني نادي الفتح، والثالث الاتفاق. الآن الجائزة الثانية اشتركت فيه 17 نادي 13 نادي أسف 14 نادي من الممتاز وثلاث أندية من الدرجة الأولى. لحظة، 14 نادي من الممتاز؟ طب عدد الأندية اللي في الممتاز 16، مين الناديين؟ أسف 13، الثلاث أندية ما اشتركت هي النصر والاتحاد والعدالة، لم تشارك معنا في الجائزة رغم مشارك عندهم أعمال كبيرة في جائحة كورونا، لكن في التقديم على الجائزة لم يشاركوا معنا. وفي أندية من الأولى طبعا. طيب في 13 نادي اللي موجودين في دوري المحترفين، مين اللي كان أبرز جهدهم كان واضح بالنسبة لكم، وعلى الأقل ناخذهم كمثال حتى نشجع الآخرين للتنافس في هذا المجال؟ أكيد هو في تنافس في جائزة، واستغل هذا المنبر عندك وبدر أنه يوم 24 أكتوبر يوم السبت بعد القادم بيكون عندنا احنا ورشة عمل وإطلاق وإعلان الفائزين بإذن الله، وأنا أدعو إن شاء الله بكرة بروح تعميل للأندية في هذا الشيء، بيكون فيه إعلان الفائزين في الجوائز. الآن الأندية حاطينهم تاريخ معين، أرسلت مبادرات، كل نادي طلب منه مبادرتين، أقوى مبادرتين عنده، وذهبت للمحكمين، والمحكمين لسه ما طلب النتائج، بإذن الله بيسلمون النتائج قبل يوم السبت يوم الجمعة بعد القادم، وبيعلن فيها إن شاء الله أسماء ثلاث الأندية الفائزة بإذن الله مع جوائز مالية. الأول بيكون 150 ألف ريال دعم للجنة المسؤولية الاجتماعية، والثاني 100 ألف، والثالث 50 ألف. شايف الأندية متحمسة في هذا الجانب؟ يعني تعرف CSR والخدمة الاجتماعية يعني البعض يراها جانب نخبوي، في بعض رؤساء الأندية يمكن ما يتفهمون هذا الأمر، يقول لك أنا شليف وجع الرأس أركز على الكورة وعلى الرياضة. وين النقاط المضيئة؟ يعني إيش الأندية وإيش المبادرات اللي قاعد تراقبونها جوا الأندية وتتمنون أنها تتعمم في الأندية كلها؟ لا، في عمل كبير. شهادتي في الإخوان المسؤولين الاجتماعيين في الأندية مجروحة، عمل كبير جدا ولا أخفيك، وتقدر أي أحد يعمل. إيش يسوون يعني؟ إيش قاعد يسوون مثلا؟ يعني في أندية، أعطيك مثال، خلنا أعطيني كمثال وليس للحصر. نادي الهلال أعطيك كمثال، عنده تطوع إلى كل الحواري، الدوري الحواري في المملكة بعدد كبير متطوعين. نجي اليوم مثلا نادي الفيصلي كمثال، لما عنده موضوع التعليم ودعم التعليم والمبادرات التعليمية
في المجمع وحرمه. الانديه كثيره تشتغل، الاتفاق في نادي حكيم زمان اعطيك الفتح، كل الانديه، انا لما اتكلم كعصر كل الانديه حتى في دوري الدرجه الاولى، لا اخفي في انديه تعمل كبير يعني. زي مين؟ اكثر كلهم القادسيه، احد، الخليج، كلهم عندهم عمل كبير في الدرجه الاولى. فاليوم اليوم في المبادرات تحت التحكيم، وان شاء الله يعني النتائج ما طلعت، لكن اتكلم بغض النظر عن الفائز كلهم فائزين باذن الله بالمشاركه، لكن العمل اللي تقوم فيه الانديه عمل كبير جدا. بالاضافه احنا كاتحاد شراكاتنا مع جمعيه استقلال لاعبين، مع الكابتن ماجد عبد الله وابو بندر فهد المطوع والشباب، عمل كبير اليوم عندنا شراكه معاهم، واعلنا تجديد معاهم الى السنه القادمه. في عمل، احنا دورنا اليوم ما ننافس الانديه، دورنا كيف نقدر نمكن الانديه بانها تعمل مبادرات وفيها استدامه وفيها اثر واضح على المجتمع. وانديتنا عمل كبير لا يوجد، انا اقول لك في المنطقه عمل مثل تعمل الانديه. صح يحتاجوا دعم اخواني مسؤولين اجتماعيين، بعض رسائل انديه وتخصيص ميزانيات معينه، هيكون في عمل كبير خصوصا مع الدعم الكبير اليوم يعني اللي تحصل عليه الانديه، تخصيص مبالغ مره قليله الى هذا الى اللي جاء المسؤول الاجتماعي او اداره المسؤول الاجتماعي في الانديه، ويكون في ناس متفرغين ينتجوا اكثر. لكن في دعم، لا في دعم كبير، لا نحتاج اكثر. طيب. يمكن احنا طماعين. ايش خططكم القادمه؟ خططنا القادمه احنا ان شاء الله نكمل الموسم القادم يعني بعد اطلاق، بعد تسليم ان شاء الله الجوائز هذا الموسم، هننزل الموسم القادم باكثر التخصص مع الانديه يعني بحيث ان يكون مبادراتهم اكثر لها اثر اكثر على المجتمع وفيها استدامة إن شاء الله. هذا هتكون إن شاء الله عندنا، ومع تأهيل وتخصص كبير للأندية إن شاء الله يكون كبير عندنا يوم السبت القادم، توقيع إن شاء الله مع جمعية الإرادة، وهذا يكون فيها إلى الموهوبين من ذوي الإعاقة بإذن الله. جميل. وعندنا إن شاء الله، عندنا إن شاء الله مبادرات نعملها مع وزارة الرياضة ومع الضابطة في الأيام إن شاء الله اللي محطوطة يعني الأيام الدولية موجودة. عمل كبير إن شاء الله بيكون الموسم القادم، أخذنا الاحتياط على أسوأ التقدير إنه ما في جمهور إن شاء الله يعني، لكن بإذن الله في أول أسابيع بتكون الأمور إن شاء الله طيبة. قول يا رب. يا رب بإذن الله. شكرا لك أستاذ نزيه النصر. شكرا أبو بدر، شكرا لك وشكرا للزملاء، وشكرا لاهتمامكم مسؤول الاجتماعية، وإن شاء الله نلتقي على خير وإحنا في ظروف أحسن يا رب. يا رب. شكرا أستاذ نزيه النصر، عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم، رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية في اتحاد اللعبة. فاصل ونعود. تخيلوا كم مرة من نلمس شعرنا باليوم؟ أكتر ما بتتصوروا. وهون دورنا Head & Shoulders، بيقضي على الجراثيم ومثبت علمياً ليخلي شعرك 100% بدون قشري. غسلي كل يوم تحميك من الجراثيم والقشري مع Head & Shoulders، الشامبو رقم واحد بالعالم. ريح راسك. كلكم تدرون أن توائمي وايد صغار وبشرتهم وايد حساسة ورقيقة، مثل ما اختار لنفسي ملابس ناعمه مريحه وقطنها خفيف، بختار لهم بامبرز بالتكنولوجيا الالمانيه، انعم حفاض من بامبرز لبشرتهم الحساسه. شوف يا حبيبي، الضعيف تاكل السباع، القوي تخاف منه الدنيا كلها. ابا انت بتعمل ايه انت؟ تعالى يا كبير اضربني، مد يدك عليا. السيف على رجابيكم كلكم. الكبير يؤمر وينهي ويقول اللي هو عايزه، ده لو قال لي ارمي نفسك وسط البحر هرمي نفسي، فاهمه؟ الدنيا دي عباره عن اوضه ضلمه، مهما دخلها نور شمس ما تنورش. هنا مفيش اسياد وعبيد، هنا في اصحاب بيت. الوقت من ذهب، إن لم تقطعه قطعك. روح يا حبيبي روح. أي واحد يسرقها تلحقه. ثمانية. هذا بوق الإنذار. باقي دقيقة. اللي أنت جبتها مظبوط. 1000 ريال. يلا يا رب. لا هنا هنا. 500 كانت حلوة يا أحمد. تعتبر اللي يتجوز بيتدفش. أنا حمش. شكراً.
قلبي قلبي ومفتاح. طب خلاص روحوا قد قروشي مع السلامة. يلا على المتسابقين يا ولد ويلا. لا 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 تقولها اثنان الأحد السادسة والنصف مساء على SBC. حياكم الله من جديد. كنا طبعا قبل الفاصل مع الأستاذ مزيه النصر عضو اتحاد كرة القدم رئيس اللجنة المسؤولية الاجتماعية. جهد كبير سلطان في الجانب الخدمة الاجتماعية. صحيح. بالرغم الجائحة وجهد مهم، وأنا أحيي الأستاذ مزيه النصر اللي بصراحة في كل منصب يضع له بصمة وتأثير. أعتقد هو وأعضاء لجنة المسؤولية الاجتماعية كان تأثيرهم واضح. اللي أهم يعني شيء في المسمى على مستوى النادي، إنه لو نشوف في كل نادي رياضي اجتماعي ثقافي، فتفعيل الدور الاجتماعي لكامل المجتمع أعتقد أنه أمر مهم. باستدامة زي ما ذكر مبادرات كبيرة، أصبحت المنافسة بين أغلب الأندية على المبادرات اللي يستفيد منها المجتمع بشكل أجمل. شفنا منافسة على المستوى المحلي، شفنا حتى بعض أنديتنا حققت يعني جوائز على مستوى آسيا وحتى المستوى العالم، كان فيها ترتيب على مستوى المسيرة الاجتماعية. أمر مهم. أشكر أستاذ نزيه وأهنيه حتى على المبادرات وتوقيع مع أكثر من جهة، مع استغلال اللاعبين والدور الكبير اللي تقوم فيه هذه الجهة، كذلك حتى على مبادرة مع إرادة. فأعتقد أنه عمل كبير يخدم المجتمع بشكل عام، وهذا ما يريده المجتمع بشكل خاص. نقطة نظام، ما سمعنا صوت الجمهور اليوم. أبو بدر، سؤالي موجه لك الحين. الموسم إذا بدأ ولا قدر الله أحد الأندية مر بظروف صحية من فيروس كورونا مثل اللي مر فيها الهلال في آسيا، إيش البروتوكولات المتبعة؟ إيش القوانين المتبعة؟ ولا بندخل في مشاكل وفي لغط جديد؟ هل لجنة المسابقات صلحت لائحة جديدة مستثناة لأي ظروف؟ والله شوف، أنا شجع النصر، إلا شوف أحلى أهداف، هدف إدواردو، هدف توامبا، هدف اللاعب الكاميروني بتاع الرايد، هذا شوفي أحلى أهداف في النبي. سؤال للأستاذ وليد الفراج، عند استعراضك لسجل الدوري تبع الأندية في خطأ، ما أدري هو مقصود أم أنه غير مقصود، 1988 ميلادي 1409 هجري، بطل الدوري نادي النصر، كيف ينسب للهلال؟ ولا بس عشان تزودون بطولة الهلال يعني الدوري؟ في قائمة تأسيس الأندية الاتحاد عام 27 والأهلي 37. سؤالي، الاتحاد كان يلعب مع مين في الفترة الزمنية هذه؟ شكرا لكم. عجبني سؤالك، الاتحاد يلعب مع مين؟ يعني إيش؟ يعني إنه أكيد إنهم غلطانين يا رئيس. اتحاد، وكان في أندية كثيرة، كان في الأهلي البحري والهلال البحري، وفي أندية كثيرة، أندية كثيرة في المملكة ألغيت أو اندمجت أو نتج عنها طلعت من أندية أخرى. يعني سجل تاريخ الأندية السعودية قصة طويلة من الاندماجات والانفصال والغي الاسم وجيب اسم ودي وجيب ها. فيعني الموثق رسميا الذي أسس وثبت على ما هو عليه أول نادي في المملكة العربية السعودية هو نادي الاتحاد وفق الوثائق الرسمية الموجودة لدى وزارة الرياضة اللي هي مسؤولة عن مسألة ملف الأندية، مش الاتحاد كرة القدم. اتحاد كرة القدم مسؤول عن سجل البطولات ما البطولات. نادي الاتحاد هو أول نادي أسس في المملكة العربية السعودية. في ناس عندهم وجهة نظر، في أي أحد ممكن يقول اللي يبغى، لكن اللي على الورق اللي عليه الختم الرسمي هو هذا. وأنا يعني نصيحتي يعني 80-90 سنة القضية هذه لم تناقش، نجي الآن نناقشها، فيعتبر هذا هدر للطاقة وهدر للتفكير وتضليل، ويعني موضوع منتهي تماما. إذا أحد عنده رأي آخر أن نادي الاتحاد
ليس هو أقدم الأندية السعودية يستطيع أن يذهب إلى مقام وزارة الرياضة ويقدم لهم الوثائق والأدلة يعني المقنعة. بس إذا أوراقك ما أقنعتهم مش معناتها إن إما أن تقبلوا وجهة نظري أو كل ما تقولونه كذب. يعني الناس ما يحتاج نضللهم بمعلومات غير حقيقية. بس هذه النقطة اللي كنت أوضحها. يقول موضوع كورونا، سؤال على موضوع كورونا، بطولات المجمعة غير الدوريات، دوري يسوون فحص أول بأول، لاعب طلع في كورونا يستبعد وتكمل. والله أنا فريقي نصه أصيب بكورونا، مشكلتك. أوكي، خذ من الشباب والناشئين، مسموح لك، فتحوا لك من الخانة، خذ من تحت كمل. كيف؟ طبعا لعيبتي مو مستعدين، ما ذنبنا إذا أنت ما التزمت ولعيبتك ما التزموا، تتحمل أنت المسؤولية. وبعدين المباريات كل أسبوع أسبوعين، يلحق اللاعب ذا ويرجع إن شاء الله بالسلامة. سؤال من عطلة سليمان يقول يسأل عن نادي الشباب، وتتوقعون بأي مركز؟ خالد قحطاني، أنا ذكرت أبو بدر أنه الشباب الذي دخل في الأندية ما بين الخامس والرابع بيكون إنجاز كبير، لكن الشباب عنده مشكلة كبيرة في الطرف الأيسر وفي نهاية الهجمة وحتى في تفريغ دكة البدلاء، ذكر قد فصلنا فيها. أعتقد أن الشبابين يحتاجون فعلا إلى تدعيم هذا المركز أو إعطاء الفرصة إلى لاعبين موهوبين يستطيع أن يضيفون لهذا المركز مثل الكابتن تركي العمار. نعم، في المشاهد اللي كان سأل في نقطة نظام يتكلم عن بطولة الدوري، إنه كيف حطيته بطولة الدوري؟ هذه المشكلة، إنك أنت ماشي هجري وإحنا ماشي ميلادي. 1988 هي بطولة الدوري اللي حققها الهلال، حقت النصر السنة اللي بعدها، شفت؟ فيعني 1489 1989، ساعات ترى تطلع الميلادي ساعات يمشي مع الهجري في نفس الرقم 99، وساعات على حسب إذا كان في آخر السنة، في نص السنة، في أول السنة، ساعات يتداخل مع السنة اللي بعدها. عشان كده تلاقي الدوري عندنا دائما يقول لك إيش، دوري 99 2000، دوري 2000 2001، دوري 2010 2011، دوري 2019 2020، لأنه دائما متداخلة ما بين عامين. نروح الفاصل، نروح الفاصل يلا. حياكم الله من جديد. الدوري اللي راح يبدأ خلال أيام قليلة طبعا، لا والله خلنا نأخذ موجز سريع لأهم الأخبار الرياضية، معليش أنا سرحت يلا. استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة بالأمارة اليوم رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد سعود الفغم ونائبه نايف الحربي. وأكد الأمير حسام بن سعود أن منطقة الباحة ترحب بإقامة مثل هذه الفعاليات وتقدم الدعم اللازم لذلك، لا سيما أن المنطقة تزخر بمقومات تضاريسية تتناسب مع جميع الألعاب الرياضية وخصوصا رياضات التحكم عن بعد، منوها بالدعم السخي من حكومتنا الرشيدة لجميع الرياضات وتحقيقا لرؤية المملكة 2030. أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن لاعب المنتخب وقائده كريستيانو رونالدو مصاب بفيروس كورونا. وقال الاتحاد البرتغالي نتيجة فحص رونالدو جاءت إيجابية بكوفيد-19، ولن يلعب ضد السويد غدا في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية والتي توجت البرتغال بلقب نسختها الأولى. ويأتي الإعلان عن إصابة لاعب يوفنتوس الإيطالي بالفيروس بعد يومين على مواجهة بطل أوروبا ضد فرنسا والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن دوري الأمم. وقعت إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافع مساء اليوم عقودا احترافية مع 10 لاعبين شبان من فئة الشباب، وذلك في مبنى الأمير عبد الله بن ناصر الإداري بمقر النادي. وتنوعت مراكز اللاعبين الشباب في عدة مراكز للفريق، وتراوحت عقود اللاعبين من سنتين إلى 3 سنوات. خالد، يعني جمهور الهلال ينتظر يسمع من الجار وقع وقع وقع، ينتظرون الهلال، ايش الصمت اللي في الهلال؟ وين الصفقات المجلجلة؟ ليه ما مشيتوا فلان وجبتوا فلان؟ في سؤال من نايف على هاشتاق البرنامج يقول أبو بدر رأي ضيوفك في صفقات الهلال واكتفائه بالحارس الجدعاني والطريس لم يتم إعلانه لحتى الآن، وهل يحتاج الهلال أي صفقات؟ لا طريس أعلن، شو ما أعلن. يقولوا هل يحتاج الهلال؟ نعم ما أعلن، الجدعاني اللي يعلن، الجدعاني إيه. يقول لك لماذا لم يتم إعلانه لحتى الآن، وهل يحتاج الهلال أي صفقات؟ بشوف معك قائمة اللاعبين الأجانب الآن اللي في نادي الهلال، يانغ هيون من كوريا الجنوبية، كاريلو من بيرو، كويلار من كولومبيا، جوفينكو من إيطاليا، عمر خربين من سوريا، غوميز من فرنسا، 6 لاعبين. كيف شايف وضع الهلال قبل انطلاق الدوري بـ4 أيام؟ بلا شك أن أبو بدر أن هنالك تدعيم واحد
على الأقل على حد اعتقادي. لكن الإضافة إلى فريق بطل وبدر أمر حساس جدا خصوصا على الصعيد الفني. الهلال فريق شبه مكتمل، وهنا بدر لما نقول شبه مكتمل ما هو والله على صعيد أنه بطل الدوري وهو بطل دوري أبطال آسيا في آن واحد، لا، على الصعيد الفني هو فريق يملك لعيبة يعني نقدر نقول بكثافة عالية في مراكز محددة، وهو برضو يستطيع أيضا يستمر معه بهذه التركيبة على مدى 3 سنوات مقبلة. المسألة ليست مسألة طلب دائم على التوقيع لمجرد التوقيع، لا، المسألة من هو اللاعب الذي سيضيف قيمة فنية لهذا الفريق وسيضيف له روح جديدة. أنا أعتقد هنا وبدر أن الهلال يحتاج بشكل كبير إلى لاعب 10، ولما تسمع على صعيد الأخبار اليوم أليكس تاكسيرا في الصين هو واحد خيارات الهلال، بالإضافة إلى أمس خرجت صحيفة ذا أتلتيك واحدة من أكبر وسائل الإعلام في بريطانيا تتحدث عن اللاعب سيجارتسون لاعب نادي بيرتون خيار لنادي الهلال. بعيدا عن كون هذه الأخبار صحيحة أو لا، إلا أن هنالك مؤشر ممتاز جدا أن الهلال يبحث عن جودة. وإذا حبيت تستذكر بس من هم اللاعبين اللي أنهى الهلال صفقاتهم ووقع عقودهم في آخر الفترة، أعتقد الكابتن أندريا كاريلو الموسم الماضي، الكابتن جوميز، الكابتن جوستافو كيلار، كل هذه صفقات ثقيلة لكنها احتاجت وقت لتتم. الحادث اليوم في الهلال أنه جالس يذوق ثمرة 10 سنوات بناء، صعب جدا أن تدعم أي لاعب أقل من هذه المجموعة وتحاول فرضه على المجموعة لنوع من فرض أنه وقعت أنا صفقة شتوية أو صفقة صيفية أو أي من كان منهما علشان نضيف للفريق. الفريق ممتاز جدا، يملك عناصر شابة جيدة جدا، أنا أتكلم عن متعب الفرج، أتكلم عن ناصر الدوسري، جالس يذوق لذة الصبر على لاعبين مثل سلمان الفرج، مثل سالم الدوسري، مثل عبد اللطيف، ياسر الشهراني، محمد بريك وبدر، هذول تقريبا هم تركيبة منتخبنا. هنا ما ذكرت حتى الكابتن محمد كنو اللي هو قبل سنة ونص أفضل لاعب سعودي متوج. فالهلال يملك زخم كبير بعدد اللاعبين، التدعيم مثل ما قلنا في لاعب العشرة أو حتى في المهاجم في حال استطاع الهلال تسويق عقد الكابتن عمر خربين أو حتى كلاعب طرف أيسر. كل هذه التدعيمات اللي أنا جالس أتكلم فيها كبديل لخربين، أنا أتكلم هنا عن لاعب بديل، ما أتكلم عن لاعب أساسي. الهلال احتياجه نقدر نقول محدود جدا، وواضح أن إدارة النادي مستوعبة كل ذلك، ومستوعبة أيضا أنه ما في بطولات تؤخذ بتوقيع العقود أو حتى في فترات التسجيل. طيب يعني بس في حديث سلمان الفرج في قلق، أوكي ما عنده انتقال قريب بس ربما يكون هو في 6 شهور الأخيرة. البعض يرى أنه أيضا كابتن سلمان الفرج ورقة يضغط فيها على الهلال ويقدم له أرقام، صعب لاعب في آخر عقد في حياته يرفضها. وبدر الهلال ترى داخل على ملف صعب جدا، صعب انك تتجاهله وتطالبه بصفقات، ترى مو سلمان الفرج بالحاله، في ظرف سنه واحده ياسر الشهراني وسلمان الفرج وسالم الدوسري يكاد يكونون افضل 3 لعيبه في الكره السعوديه، الهلال مطالب بتجديد عقودهم. وباختيار بسيط او بحسبه بسيطه لو فكرت بتفكير بسيط اي لاعب محلي اخر او الحفاظ على هذه التركيبه، اكيد انك بتختار الحفاظ على هذه التركيبه. عن نفسي اعرف يعني سلمان جيدا واعرف قدرته دائما على اختيار قراره الصحيح. سلمان في 2017 اعتقد انه قدم له عرض يفوق اللي قدم له في الهلال، والهلال برضو في ذاك الوقت كان يعني على اطراف انه جالس يحاول يعوض غياب سلمان الفرج او حتى رحيله، ومع ذلك بقى. لا استنى لحظة خليني في النقطة هذه. اللي حصل في نهاية 2017 وبداية 2018 كان هناك رغبة في افراغ الهلال، وقدم عرض غير منطقي لعدد من نجوم الهلال، وتدخل معالي المستشار تركي آل الشيخ وكان رئيس هيئة الرياضة في ذاك الوقت وأصدر ما يطلق عليه ميثاق الشرف ومنع تلك المحاولة التي كان القصد فيها قصم ظهر الهلال. فهل نحتاج ميثاق؟ ايوه كان قدمت لعدد من نجوم الهلال في ليلة ظلمة، ان بحيث اللعيبة الهلال كان يفرغ من أهم نجومه في ليلة واحدة وأوقفت المحاولة. تقصد بدر عام 2018 2017 اي لا انا اتكلم 2018 عقد ياسر الشهراني وعقد عبد اللطيف. انا اتكلم قبلها بموسمين اللي لما قدم فيه عرض للكابتن سلمان الفرج 2016 2017 بالضبط من نادي الجزيره الاماراتي وحتى من انديه سعوديه. لا اتكلم عن اللي صار في 2018 في اوائل 2018 بالضبط. وانا اتكلم بدر هنا عن تحديدا حاله سلمان. طيب ما انت شايف ان المحاوله ممكن تصير مره ثانيه الحين؟ بس ما في ميثاق الحين ممكن تصير. لا هو الوضع الصحي بدر انه ما يكون في ميثاق ويكون السوق عرض وطلب، لكن المطالبه بس على شرط ان تكون الامكانيات يا خالد متوازنه بين من ومن
بين المتنافسين وخاصة الكبار. انت هنا ابو بدر بتدخل في نقطة، لان مصادر الدخل مش واحدة. معلش انت ما انت انت شوف، انت ما ينفع تعيش في جو الدوري الايطالي وانت مالك علاقة بالدوري الايطالي. انت هنا نادي عايش على اعانات، تاخذ اعانات حكومية، واحد الاندية الله بارك له يعني امطرت عليه السماء. فواحدة من الثنتين، يعني يجينا شوي من هالمطر او كذا المنافسة لن تتوازن. البعض يضرب مثال يقول يا ما مرت على الاندية الاخرى ايضا ظروف استثنائية كما هي الظروف اللي نمر فيها، بس ما كانت بهذه الفوارق يعني. صحيح، لكن ترى ابو بدر ما احنا مختلفين في هذا الشيء. نقطة اختلافنا ابو بدر انه هل عندنا استطاعة انه نفرض نظام لعب مالي نظيف؟ اكيد لا. ليش؟ لانه الاندية تقوم بالمقام الاول. كيف ما نقدر نفرض نظام مالي ما نقدر نظيف؟ نفرض ذلك، لان لو فرضنا نظام لعب مالي نظيف الاندية ما راح تكون تنتظر الدعم من الدعم الحكومي، وانديتنا قائمة على المقام الاول على الدعم الحكومي. نظام اللعب المالي النظيف مداخيلك تصرف منها، وحنا الان الاساس لدينا هو نظام الدعم الحكومي اللي لولاه الأندية ستكون عاجزة تماما. فلا الدخل التلفزيوني يوازي مع الأسف قدرتنا الجماهيرية اللي احنا جالسين نشوفها، ولا ايضا اعتقد بودر انه عن نظام رابطة الدوري المحترفين جالسة يعني تدر الأندية باموال. فالأندية قائمة على الدعم الحكومي اولا. لو ما احنا مختلفين، ما احنا مختلفين في النقطة هذه. المشكلة وين اجل؟ المشكلة بودر انه القدرات اليوم فارقة بين الأندية على حسب انه الأندية ممكن تحصل على دعم شرفي اكبر من أندية اخرى، وهذا الوضع اعتقد انه من يعني من عمر الدنيا في أنديتنا هو حادث. يعني ما هو حادث جديد. بس اللي صاير الان هو مش قضية انه في أندية عندها اعضاء شرف تعطي اكثر من أندية اخرى. انا اتفق معاك اذا كان هذا المبدأ، بس اللي انا مش المشكلة الان ما في عندك اعضاء شرف وفي نادي عنده او ناديين عندهم اعضاء شرف بس ترى يعني واضحة ولا تخطئها العين. يعني ترى بدر لو نتذكر مرت في هذه القوة في كل الأندية. أيوة لفت بس كان الأهلي عنده 150 مليون، الاتحاد عنده 70، يعني النص. الهلال كان عنده 200 مليون، النصر كان عنده 120، 60% الفرق. صح صح. بس ما ينفع أن أنت عندك 100 مليون وهذاك عنده 500 مليون وتقول لي فليتنافس المتنافسون. هذه الجزئيه اللي ابغى اشرح لك اياها، ما ادري انت مستوعبها ولا ما تبغى تجاوب عليها. لا اقصى اقصى حد اقصى حل بودر ممكن تضع لي حل هذه المشكله الخصخصه. الخصخصه هذه مرتبطه بتطور التغييرات الهيكليه. صحيح. في الاقتصاد، يعني موضوع طويل ما هو بليله بودر يعني. انا اتحسر بودر على الاساسيات. الآن دخل التلفزيوني المفروض أنه يدر على الأندية دخل جيد. طيب لازم يتقبل تبغى دخل تلفزيوني، إذا لازم يكون المجتمع مستعد لتقبل فكرة التشفير، وهذه فكرة ليس لها شعبية حتى الآن. وبدر أنا ممكن تكون شهادتنا مجروحة في الإعلام، لكن صدقني يا بدر لو هناك قناة تملى العين بتقبلها الجمهور. شكرا. أنا ودي أستذكر عشان حنا هنا وبدر ممكن تكون شهادتنا مجروحة في مجال الإعلام. طيب. لكن لو تتذكر الـ ARTي على سبيل المثال إلى اليوم حنا نتغنى بفيديوهاتها. طيب خصلت على نعم اخر دقيقه على الهلال اختياراته. لا ايش رايك اليوم في اسعار الطماط في السوق كانت غاليه؟ لا انت بديت السؤال عن الهلال خيارات اللي تبيه. الهلال خيارات اعتقد ان الهلال فريق بطل، وما يحتاج من خيارات تظل هي كعنصر احتياطي. لو نتكلم عن التشكيل الاساسي اللي كسب اسيا ذهابا وايابا باكتساح كبير حتى على التشكيله النهائيه موجود في الملعب. اعتقد غياب ادواردو يحتاج معوض في مركزه، وإن كان حتى هذا المعوض حيكون في مركز الاحتياط. وأعتقد أن حاجة الهلال بشكل أكبر لظهير أيسر يعوض قيمة الشهراني إذا غاب، وممكن أنه هذا يلعب في مركز الجناح كذلك. فأعتقد أن الفريق باستقراره بعناصره المحلية وحتى استمرار العناصر الأجنبية فريق لا زال منافس، وفريق لا زال هو يعني له الحق الأكبر أو له الحسب الأكبر بالنسبة على مستوى الدوري ومنافسته مع النصر. يعطيك العافية كابتن صدام. شكرا لك خالد القحطاني. شكرا لك بدر. نعذر ابو احمد خذنا والله من وقتك كثير. لا ما عليك. اليوم بدر مطر على هاشتاج البرنامج يقول اشوفك مطرطع يا الفراج، وينك على الهلال 2009؟ القحطاني يقصد ياسر 50 مليون ولي ونفيز ورادوي وراك تمقرص احد الانديه. ما تمقرص من حرق رزك والله. والله يا خالد القحطاني ما هو متعصب مثلك. الله يجزاك خير. زين كسبنا صلاه النبي، كويس ان لقينا واحد انت لقيته. بس ياسر القحطاني يا اخوي اذا انت اخذته ب 50 كان في نادي عارض 40، في نادي عارض 38،
بس مو خدته بخمسين، خذوه بخمسين والنادي الثاني عرض 3 مليون. يعني بس احنا قصدنا ها بشكل سريع بس جدا. اليوم عقد اتفاقنا اجتماع لمجلس اعضاء شرفه برئاسه الاستاذ عبد الرحمن الراشد، وهذه امامنا الصور للاجتماع. الاجتماع ثواني بس انا بحاول اقراها بسريع. طبعا عقد كبار الداعمين من الاعضاء الذهبيين نادي الاتفاق برئاسه اجتماع برئاسه اليوم عبد الرحمن راشد وحضور عبد الرحمن البن علي وعدنان المسحل وحضور اعضاء مجلس اداره نادي الاتفاق برئاسه خالد الدبل ونائبه حاتم المسحل والرئيس التنفيذي معاذ العوهلي والمدير التنفيذي لفريق كره الاول لكره القدم عمر بخشوين وعضو مجلس الاداره اياد البقشي. الاجتماع ضم ايضا المدرب خالد العطوي مدرب الفريق ومدير الفريق فايز السبيعي، وتم خلال الاجتماع مناقشه ابرز الملفات المتعلقه بالبيت الاتفاقي والاطلاع على استعدادات الفريق للموسم الجديد. الله يعينك خالد العطوي، اكيد عصروك عصر في الاجتماع لانه الرئيس هو اكثر المدافعين عن خالد العطوي وتجربته، فبالتاكيد كان الاجتماع عاصف. الله يوفق كابتن خالد العطوي المدرب الوطني الوحيد في الدوري هذا العام. شكرا لكم، بكره موعد اخر، صباح الخير.